طيب ده طبعا كلام مهم جدا برضو، ولكن في النهايه يا كابتن عادل النادي الاهلي عندنا ماتش، يعني برضو الناس متخيله برضو ان ايه، ان الموضوع سهل، يعني ان انت عندك ماتش يوم الثلاث، وان انت جاي من بطوله افريقيه، من بطوله كاس عالم للانديه، ولعبت البايرن ولعبت الدحيل ولعبت كذا وكذا، فهل الموضوع بالفعل سهل يا كابتن ان انت تكسب المريخ يوم الثلاث؟ موضوع صعب للغايه. ايوه، من اصعب المباريات اللي تمر على اي تيم جاي من اجواء معسكر طويل. ايوه، بطوله مجمعه، بطوله عالميه، لعبت فرق مستويات تانية خالص، لعبت قارتين، لعب امريكا الجنوبيه مدرسه، لعب اوروبا مدرسه، لعب مدرسه عربيه خليجيه بنكهه اوروبيه، اللعيبه الاوروبيين. حلوه دي. دي حقيقه يعني. فانت داخل على المريخ كره تانية خالص، دي واحد. اتنين، معسكر الطويل بيجيب ملل شويه. مظبوط. اولا هينزلوا من سفر، اجهاد ذهني، عصبي، كورونا، مسحات في كل وقت، مسحه هتنزل على تروح السودان. هنلعب في السودان، ودي مباراه صعبه جدا، انت عارف ملعب السودان دائما. فيها يعني المباراه بتبقى صعبه من الاجواء اللي فيها. الحاجه المهمه الثانيه، تعال نتكلم على فرقه المريخ. فرقه المريخ عملت 5 صفقات جداد. عاوز اقول لك انه كان في مدرب برازيلي وبعدين مشي، وجابوا مدرب صربي يوم وما اتفقش معاهم ومشي، لان انا كنت قريب من المفاوضات دي، كنت شفتها يعني. ففي عهد جديد للمريخ، انت عارف انه كمان في تحدي جديد في السودان. بدا الميديا توصل للسودان الايام دي كتير عشان فرقه الهلال ودعم فرقه الهلال. فانت عاوز اقول لك انه هيبقى مباراه صعبه جدا. ارجع بقى كمان للعيبتك، عندك اللعيبه عندها اجهاد ذهني، عندها اجهاد عصبي. أيوة. اللي هو البدني، وده مهم جدا. عاوز اقول لك من السفر للسفر الناس فاكراها حاجه بسيطه جدا، لا، حاجه صعبه جدا. من نومه لنومه 15 يوم، انك انت بتنام في اوتيل وعارف سريرك والحاجات دي، وبعدين بتنزل يومين ثلاثه وبعدين تسافر تاني، ففي اجهاد كتير. فانا مشفق على لعيبه النادي الاهلي. لو الماتش هنا في القاهره طبعا. سوري، الماتش في القاهره. لكن انا مشفق على لعيبه النادي الاهلي بشكل عام يعني. انا بتكلم، انا يعني الحاجه المهمه يا كابتن اسلام اللي عايز اقولها لك، ودي حاجه مهمه جدا، انك انت لما تيجي تلاعب فرقه بعد بطوله كبيره من مدارس مختلفة أنت لعبتها، بتبقى مشكلة كبيرة فنية جوه الملعب. أنت محتاج، أيوه، محتاج لعيبة، يعني عايز أقول لك تنسى بسرعة